بخصوص الانتاج الرمضاني، وللاسف كنقولوا الانتاج الرمضاني كان المفروض الانتاج يكون سنوي، لكن معليش نقولوا الانتاج الرمضاني. انا سأكون متواجد في مسلسل بعنوان حق الرد من اخراج مصري طبعا، وفيه نخبة من خيرة الممثلين في الجزائر. المسلسل الآن مازال قيد التصوير، مازال ما كملش، وإن شاء الله هذا المسلسل يعني فيه قصة جميلة جدا.